طبعا سجلت واحد المجموعة ديال يعني الأرقام بالنسبة للبؤر المهنية. طبعا نتأسف على هذا الرقم، لأن للأسف احنا تكلمنا وعودنا وقلنا أن كاين حجر صحي وكاين دواوات وقائية وكاين مجموعة ديال الأشياء كان خصها تقوم. اليوم خرج عدد مهم يعني من الإصابات حاملة للفيروس، هي اليوم كلها تتمثل للشفاء. هذه الحالات ديال بعض المعامل اللي يمكن نأكد عليه، وهو أن العدد ارتفع في مدينة الدار البيضاء نتيجة على هذه البؤر. في الأول كنا كنتكلموا على بؤر عائلية، اليوم ولينا كنتكلموا على بؤر مهنية، لأن سي لو ميم برانسيب، يعني اللي بقى سد عليه في الدار ولا سد عليه في أونيزين راه سي لا ميم شوز. يفالي اون ديستانس دو سيكوريتي، يفالي دوطخ ميزور. على أين اليوم وصلنا تقريبا 700 حالة في مدينة الدار البيضاء، وهذا الرقم ماشي سهل ومازال غادي يرتفع نظرا للاتصالات وهادشي اللي كنشوفو، يعني شوية ديال باقي لو كونتاكت يعني بين الناس، ومازال تعيلي ما مازال استوعبناش على ان هناك خطر وهناك عدوى وهناك يعني عدوى حقيقية. فبالتالي مزيدا من الحذر، مزيدا من الحذر، ومزيدا من الحذر، راه هادشي غادي يخلي الأرقام غتزيد ترتفع. لا يمكن باش نحطو واحد الخريطة صحية بالجهة بالنسبة للأشخاص، لأن كاين يا إما كناخدهم على حسب المقر السكن ديالهم، على يا حسب مقر العمل ديالهم، وبالتالي أرقام غير صحيحة اللي شفتيه في سميتو دايوغ. ما فيهاش، هي ماشي رسمية، ما خرجش، ما صدرش على وزارة الصحة، وكنظن أن السيد الوزير كيعمل بيان بلاغ يعني كل يوم وكيعطي الأرقام الحقيقية، فهناك تداولات لأرقام غير صحيحة. تعرف على أن السيد وزير الصحة يعني راه على اتصال دائم بنا، كل دقيقة يمكن نقول لك على أنه يتسبع عن كتم. قام مجموعة ديال التدابير، منها لو كوميتي سيانتيفيك اللي خرج بواحد المجموعة ديال التوصيات. اليوم فهمنا المرض أكثر، وفهمنا على أن هاد لو فيروس كيعطي واحد مجموعة ديال الأعراض دموية، يعني كيمشي سي كون فاسكولاريت، ينط على المعتقد القديم على أنه كيدير بنوموباتي، كيدير لا بنوموباتي، ولكن عنده واحد فلا قلتي il est plus spécifique le vaisseau pulmonaire، يعني كيمشي الخلية الدموية. وبالتالي هناك أدوية اليوم ولات كتعطى بصفة يعني شاملة لجميع المرضى الحاملين للكوفيد، بروميييرمون لا كلوروكين ولازيتروميسين اللي كطيح لا شارج فيرال، كتنقص من الانفلاماسيون، وثانيا هاد الأدوية اللي كنعطيهم ديال جريان الدم، واحد المجموعة ديال الأدوية اللي برهنات الحمد لله على الفعالية ديالها من الناحية الطبية. المرضى ديالنا ولاو كي قلال فيهم اللي كيمشي للعنايه المركزه، وهذا كنعتبره انا يعني في حد ذاته الحمد لله يعني مكسب، على اننا المرضى ديالنا ولاو يتمثلون للشفاء. فالجميع كيخضع لهذا لو بروتوكول ثيرابوتيك كيف ما كنقولوا، مي كنقول الجميع، فالجميع اللي دخل كيبدا هذا لو بروتوكول ثيرابوتيك واللي عطى نتائج، والحمد لله راه الارقام واضحه. عدد اليوم اللي كاينين في العنايه المركزه داخل الجهه عندنا 28 شخص لحد الساعه اللي في العنايه المركزه، منهم 8 الاشخاص اللي تحت تنفس اصطناعي. فهذا مؤشر يعني يطمئن شيئا ما، يطمئن شيئا ما، يعني لان الناس تتمثل للشفاء. غير اللي خصنا نعرفه وهو راه باش يتمثل الشفاء شخص حامل الكوفيد خصو ايام وايام، يعني 10 ايام على الاقل داخل مستشفى، ومن بعد كيدوز الانستركتور طومبون كيف ما كنسميوها حنايا. فبالتالي خصك على الاقل واحد 24 يوم باش تقول راه ان الشخص معافى، الى ما يعني الى ما تنقصاتش عنده لا شارج بي سي ار، الى ما تنيجاتيفاتش. ف يعني ماشي مرض سهل، يعني صعيب لا بريزون شارج ديالو التكفل به. لذلك انا كنقول
نرجع مازال نقول وغادي نبقى نقولها، راه خصنا مزيدا من الحذر، راه خصنا نعرفوا انه مرض ماشي سهل. يجب ان نتخذ يعني جميع الاجراءات الاحترازيه. هو الفيروس انا كيف ما قلت لك راه مازال غادي يرتفع، يعني الى الناس ما وعاوش بالخطوره ديال هذا المرض، وما وعاوش ان راه المرض يمكن يتصابوا به في اي مكان كان فيه تكتل، لان ديما خصني ندير في بالي انا حامل الفيروس واللي انفاس معايا حامل الفيروس. خاص الناس ما تنساش هذا المعطى دائما، ديروه في راسها. انا اليوم كتشوف فيا نقدر نكون حامل الفيروس وانت تنت حامل الفيروس، ف دائما لا ديستانس دو سيكوريتي، الكمامه راه دارت باش توقي. دونك واحد المجموعه ديال الاشياء مازال الناس خصهم يستعملوها وخصهم يتماثلوا ليها، التعليمات ديال وزاره الصحه، ديال وزاره الداخليه، الحجر الصحي. لان انا كنقول لك الفيروس حنا مازال في مرحله معينه، ولكن الا بقينا غاديين بهذا الوتيره ديال البؤر غادي يكثر العدد. اولا ماشي هذه خدمه ديال وزاره الصحه بوحدها، وزاره الصحه كتعالج الناس. الدور ديالنا حنا يعني كطاقم طبي وشي طبي هو معاينه الحالات المريضه، معاينه الحالات المخالطه، جرد الحالات المخالطه، العمل على الكشف السريري يعني المخباري. دونك هادو هما الاجراءات اللي قمنا بها دايوغ داخل هاد المعمل. ان ملي شفنا على ان 5 الحالات ولاو بوزيتيف، فاوتوماتيكمون كان جرد لجميع الحالات، لا ليست ديال طول لو بيرسونيل اللي كيشتغل في المعمل، فحوصات طبيه للجميع الناس اللي في يعني في المعمل، ابخي دزنا الفحص المخباري للجميع الموظفين داخل هذا المعمل، وبالتالي رصدنا الحالات يعني اللي كانت فيها حامله للفيروس، ورصدنا الحالات اللي غير حامله للفيروس. الحالات اللي حامله للفيروس دخلات المستشفى للمعالجه، والحالات اللي غير حامله للفيروس دخلناها الانوتيل باش يمكن لها تبقى اون كونفينمون 15 يوم حتى يعني نحدوا على انهم سالمين كلهم وما كاينش اعراض وما كاينش ظهور للفيروس، حاله جديده للفيروس.